سلام، كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم على خير. واليوم غادي نخدموا واحد لا غوسيت ديال واحد الغديوه او العشيوه خفيفه ظريفه، واحد الاكله فريمون كتحمق الواليد. غادي نصاوبوا طرطيه ويلا باش نبداو. واول حاجه باش غادي نبداو غادي ناخذوا بطاطا. انا هنا راه ديجا نقيتها، غادي نقطعها على شكل مربعات. غادي نحطها في الماء، وهاد الماء راني دايره دي فيه ديجا الملحه. دابا غادي ناخذوا عريشات من القزبر والمعدنوس، غادي نطقطقوهم. ودابا غادي ناخذوا بصله وحتى هي غادي نطقطقوها. ودابا غادي ندوزو باش نقليو بطاطا. نديرو الزيت ديال القلي، نحطو هاد السخن باش نردو البطاطا. غادي نحطوهم باش يتقلاو وفي القليان ديالهم راه ما خاصهاش تبقى حتى تقصاح الفريت، غادي خصها تبقى شي شويه معجنه باش غادي تعاوننا في الخدمه اللي باقا تبعنا. انا نخليها تقلا ونعاودو نتلاقاو. ملي قلينا البطاطس غادي نزيدو عليها الربيع اللي طقطقناه، نزيد عليها البصله حتى هي، ثومه مجفه. هنا راه تقدروا تخدموا بالثومه طريه، هادي غي اضافه، انا بغيت نزيدها بصله نسمه بالربيع بلا ما ديروها الا ما بغيتوش. الابزار الملحه، وردوا بالكم احنا ديجا كنا دايرين الملحه في الفريت فاش كنا قليناه، يعني عندكم تعفطوا في الملح عندكم تكثروها. غادي نخلطوا كل شيء مع بعضياته. غادي نزيدو البيض ونحرك باش نعرف القياس ديال البيض، كل ما زدت بيضه غادي نخلط ونشوف القياس. راه باقي ناقصها، غادي نزيدوها بيضه واحده اخرى. ومن الاحسن نزيدها الرابعه.
غادي ندوزو باش نطيبو التورتيه ديالنا في المقله فوق البوطه وحتى نتلقاو. غادي ناخذ مقله طفال ضروري، غادي خصكم مقله ما كتلصقش، يعني داكم تمشي وديروا شي مقله كتلصق راه فريمون غيتشتت لكم كلشي وما غيتصاوبش. غادي ندوز باش نخوي الخليط ديالنا، العافيه ما خصهاش تكون مجهده باش ما تحرق ليناش البيض من التحت. غنقص لنا الضغين مويان، ومن الاحسن من الاحسن تسدو عليها، من الاحسن اللي ما عندهاش مقله فيها السداده ديالها ديروا فوق منها طبسيله ولا سوينيه باش يرد عليها السخونيه. غادي نشوفوها دابا اشنو كتقول، اش كتعاود، نتاكد غير واش ما لاصقاش. غادي ناخذو يا طبسيل يا اللي عندكم توفر تقدروا تقلبوا به، ندير بحال هكا. بسم الله، وغادي نردها بسم الله فوق المقله فوالا، وغادي نخليها باش تكمل الطياب ديالها. الوغ هنا علاش خاصنا نديرو عافيه مهيله، العافيه المهيله كتعاونها باش تطيب من الداخل وما تلصقش لينا فاش نبغيو نقلبوها لحقاش مجمعه بالبيض، وكطيب متساويه كيف الفوق كيف التحت. غادي نخليها باش تكمل الطياب ونعاودو نرجع. هذه هي تورتية ديالنا اللي صوبنا اليوم، غوسيت سهله مهله بنينه، وصراحه كتصلاح في هذه الوقيته ديال الصهد مع هذا الجو الحار مع اون سالاد ماروكان، اون بواسون بارده اي بالصحه والراحه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، الوصفه ديال التورتيه، كنتمناها تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على الزر جيم، ابوني، بارطاج، وحتى تلقاو.